بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الليجامنت الليفر استومك واسبلين وكدني. اول حاجه هنتكلم عنها ده الشكل اللي عندنا هو ده الدايفرام. احنا كده قاطعين الحاجه بالحاجز من الحيوان وفاصلينه بالاورجانس اللي فوقه. ده الليفر، ده الاستومك، ده الاسبلين، دي الرايت كدني وده الليفت كدني. يبقى انا عندي ده الدايفرام، ليفر، استومك، اسبلين، رايت كدني، ليفت كدني، وده جزء اجزاء من الايه، ده اجزاء من البنكرياس، اجزاء من البنكرياس. هنمسك الاول الليجامنت بتاع الليفر. الليجامنت بتاع الليفر عندي ادي الرايت، ده بنسميه الرايت تريانجولار ليجامنت. الرايت تريانجولار ليجامنت ده ماسك في الايه، ماسك الرايت لوب مع الايه، مع الدايفرام. ده الرايت لوب، يبقى ده الرايت تريانجولار ليجامنت. رايت تريانجولار ليجامنت. الليجامنت الثاني عندي ده بسميه الرينوس الهباتو رينال ليجامنت. يبقى انا عندي ده الهباتو رينال ليجامنت. يبقى عندي ده الهباتو رينال ليجامنت وعندي ده الرايت تريانجولار ليجامنت. يبقى ده باتو رينال، هباتو رينال بين الرايت كدني والرايت لوب اوف ليفر، وعندي اللي بين الرايت لوب اوف ليفر والدايفرام ده بسميه الرايت تريانجولار ليجامنت. الرايت تريانجولار ليجامنت على اليمة الشمال هنلاقي فيه رباط تاني موجود على الليفت ليفر اهو. ادي الدايفرام وادي الفولدس اللي هي ديت، ادي الدايفرام اهو وادي الفولدس اللي هنا، ده بسميها الايه، الليفت تريانجولار ليجامنت. يبقى انا عندي في ليفت تريانجولار ليجامنت ماسكه الليفت لوب اوف ليفر مع الدايفرام، عندي الرايت تريانجولار ليجامنت ماسكه الرايت لوب مع الدايفرام، عندي الهباتورينال ليجامنت ماسكه الكدني الرايت كدني مع الرايت لوب اوف ليفر. يبقى انا كده خدت 3 ليجامنت. بعد كده عندي في 2 لهم علاقه بالاستومك والديودرم اسمهم الليزر اومنتوم. الليزر اومنتوم فالرباط اللي هنا ده الفولدز ديت، الفولدز دي بسميها الايه، بسميها الهباتو ديودينال، هباتو ديودينال. والفولدس اللي تحت ديت بسميها الهباتو جاستريك، الفولدس ديت بسميها الهباتو جاستريك. يبقى عندي ده الهباتو جاستريك بين الليفر والاستومك، وده الهباتو ديودينال بين الليفر وبين الديودينال. يبقى عندي في 2 لهم علاقه بالاستومك والديودينال، ده كده الهباتو جاستريك وده الهباتو ديودينال، الاثنين على بعض بسميهم الليزر اومنتوم. يبقى انا كده خدت اللي له علاقه بالاستومك والديودينال، خدت اللي له علاقه بالرايت كدني اللي هو الهباتو رينال، اللي له علاقه بالديفرام اكتر من واحد، احنا خدنا منهم اثنين بس اللي هم الرايت تريانجولار والليفت تريانجولار والليفت تريانجولار. في بقى اثنين تانيين تحت من هنا كده من ماسكين في الدايفرام، الاثنين اهم على بعض بسميهم الايه، الراوند الفالسيفورم اند الراوند ليجامنت. الفالسيفورم اند الراوند ليجامنت اللي هم الاثنين دول اهم. يبقى انا عندي دول بسميهم الفالسيفورم او الراوند ليجامنت، ده بسميهم المسكين في الكوادريت لوب بتاع الليفر مع السنترال تندينيوس بارت بتاع الدايفرام. عند واحد تاني بقى بيمسك في الليفر من البريتال سيرفيس بتاعه بطول الليفر، بسميه ايه، بسميه الكوروناري ليجامنت، بسميه الكوروناري ليجامنت. بقلب الليفر كده الفاصل الخط اللي انا بحط ده كده ما بتعديش لان في رباط، في رباط هنا ماسك بطول الليفر، ماسك بطول الليفر. هو لو ما فيش الرباط ده هيتعدى اليمة التانية. الرباط ده موجود يبقى عشان في رباط اسمه الكوروناري ليجامنت، ده بسميه الكوروناري ليجامنت. يبقى انا عندي فيه الليجامنت اوف ليفر اللي له علاقه بالكدني يا جماعه اسمها هيباتورينال، اللي له علاقه بالاستومك والديودينم اسمهم ليزر اومنتوم، هيباتو ديودينال وهيباتو جاستريك. اللي له علاقه بالديافرام عندي فيه رايت تريانجولار وليفت تريانجولار، عندي فيه راوند اند فالسيفورم، الفالسيفورم تحت والراوند فوق. بعد كده عندي الليجامنت اللي عندي موجود من تحت ده بسميه الايه، الكوروناري ليجامنت، الكوروناري ليجامنت. بعد كده ناخد الليجامنت اوف ذا ستومك، الليجامنت اوف ذا ستومك خدنا منهم واحد اللي هو الهباتو جاستريك، هباتو جاستريك وهباتو ديودينال شفناهم مع الليفر، قلنا ديك اللي هي الجريتر اومنتوم،
الجريتر اومنتوم ديك اللي بتبقى ماسكه في الجريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك، ماسكه في الجريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك. ديفولدس من البروتينيه بتنزل تمسك الجريتر الاستومك وفي الجريتر كيرفيتشر والجزء الامامي من الديودينم والجزء النهائي من الايه من الجريت كولون، ده بسميها الايه الجريتر اومنتوم. عندي بعد كده في فولدس بين الاستومك والسبلين، الفولدس ديك الفولدس ديك ده بسميها الايه جاسترو سبلينك، جاسترو سبلينك لان لها علاقه بالاستومك والسبلين، فنقول جاسترو سبلينك جاسترو سبلينك. يبقى انا عندي الليجمنت الموجوده في الاستومك، عندي اللي باين قدامي هنا الهباتو جاستريك، هباتو جاستريك تبقى باينه من تحت، والجريتر اومنتوم والجاسترو سبلينك والجاسترو سبلينك. عندي بعد كده في الليجمنت اللي لها علاقه بالسبلين، اللي لها علاقه بالسبلين خدنا واحد منهم اللي هو الجاسترو سبلينك، ما ده مرتبط بالاستومك والسبلين اللي هو ده، واحد تاني اللي هو الجاسترو الرينوس بلينك، الرينوس بلينك اللي هو بين الاستومك وبين السبلين والليفت كدني. يبقى عند ده الليجامنت ده بين الليفت كدني والسبلين، فبسميه ايه ده؟ بسميه الرينوس بلينك ليجامنت، الرينو سبلينك ليجامنت. وعند واحد تاني بيربط السبلين بالديافرام اسمه فرينكوس بلينك، فرينكو سبلينك. بس اللي باين قدامي دلوقتي اتنين بس اللي هم الرينوس بلينك اللي هو ده والجاستروس بلينك اللي هو ده كده، ده كله على بعضه، ده كله على بعضه. ده بالنسبه للليجامنتس اللي موجوده في العينه اللي قدامي دي.